مانو انت هون؟ تعال يلا. ماشي الحال، انا حكيته لجاغان. هلا انتوا الاثنين فيكن تتناقشوا، تمام؟ انا حفوت لجوا. وانت ليش واقفه هون؟ طلعي لفوق. طيب. عمي أنا قبلت شغلك بعد إصرار أمي كتير على هذا الموضوع، بس لا تفكرني بسهولة رح شغلك معي، لأني ما بوثق فيك أبداً مانو. المشكلة الرئيسية إنك على طول بتحاول تبين إنك ولد ذكي، أو إلك ما عاد بدي شغلك معي. روح على البيت، ما عنا شغل. عمي وثق فيني، انت ليش ما بتوثق فيني بالمرة؟ وانا رح اعمل اي شي بتقلي اياه، رح ساعدك تحقق هدفك، وفيك تختبرني اذا بدك. وثق فيني عن جد؟ رح تعمل اي شي بقلك عليه؟ ايه، لانه مرة امي قالت لي إنه بابا كان عطول يقول إنه ما لازم نخاف من الفشل، نحنا لازم نضل عم نحاول لحتى ننجح. بحياتي ما رح أتردد. اسمع شو رح أقلك، اليوم لازم انت تروح على قصر الباجوة وتجيب لي غرض من هنيك بسرعة. في مصنع عم يتعمر هلأ بالضيعة، بدك تروح تاخد الملف وتجيب لي اياه لهون لعندي على البيت، تمام؟ انا بدي اخده واعرف شو يلي مكتوب بقلبه، وبعدين على هذا بدك ترجعه من مكان ما جبته بالضبط ومن دون ما حدا يحس عليه. كيف بدي أعمل هيك؟ خلاص بقى، إذا من هلأ أنت خايف هالقد أكيد ما رح تقدر تجيبه.